السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم على قناتي أحمد برو. قبل البدء في هذا الفيديو أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. شرح اليوم سيتحدث عن كيفية استرجاع رسائل مسنجر المحذوفة من الفيسبوك. الكثير من الشروحات شرحناها أو شرحوها الكثير، وهي باستخدام متصفح جوجل كروم والدخول مثل الكمبيوتر وتحديث وتحميل ملفاتك، ولكن اليوم سأشرح لكم طريقة جديدة من تطبيق الفيسبوك، خصيصاً يعني من تطبيق فيسبوك. وهو يجب علينا قبل البدء في هذا الفيديو أو قبل البدء في استرجاع صورنا، يجب علينا تحديث الفيسبوك إلى آخر إصدار. بعد أن نحدثه إلى آخر إصدار، ندخل إلى الإعدادات، ننزل إعدادات الخصوصية، إعدادات أو إعدادات الحساب، ندخل إليها. فهذه طريقة سهلة، والفيسبوك خاصة أعطانا هذه الميزة. ننزل إلى تحت، سنجد هذا الخيار تنزيل معلوماتي. كما ترون يمكنك تنزيل نسخة من معلومات للاحتفاظ بها. ندخل إليها، ستجدون قائمة تخص كل المعلومات التي يمكننا استرجاعها. كما ترون يمكن استرجاع منشورات، صور، مقاطع فيديو، تعليقات، تسجيلات إعجاب، أصدقاء، متابعون. والرسائل التي يهمنا في هذا الموضوع هو الرسائل المسنجر، المجموعات كلها يمكنكم استرجاعها. بعد أن نحدد الكل، هو الآن محدد الكل، نحدد كل، تجدون أن الكل محدد. ننزل إلى تحت، نضغط على إنشاء ملف خاص بنا. كما ترون جاري معالجة الملف. سنخبرك عن اكتمال العملية، حيث يمكنك تنزيل البيانات إلى جهاز زيكا المفضل. ماذا يمكننا وكيف سنعرف أن بياناتنا سجلت؟ ننتظر على حزم الملف، يعني توجد ملف يمكن انتظاره 10 دقائق، ربع ساعة، على حسب الملف الخاص بنا الذي يمكننا تحميله. إذا كان حسابنا قديم سنجد أن الملف كثير وكبير. نذهب إلى إشعارات، آسف، ستجدون سأتيكم إشعار عند اكتمال التحميل أو اكتمال المعالجة. ننتظر قليلا. كما قلت لكم فإن حسابي جديد. سيتم إرسال إلينا إشعار هنا يعلمنا أن التحديث أو معلوماتنا عولجت. كما ترون نحدث الإشعارات. كما ترون بياناتك على الفيسبوك جاهزة للتنزيل. نضغط عليها. ننتظر قليلا. كما ترون المعلومات الشخصية والمنشورات والتسجيلات والإعجابات وغير ذلك. نضغط على تنزيل. نكتب كلمة السر الخاصة بنا على الحساب. إرسال. نفتح بجوجل كروم أو بأي متصفح. مباشرة سيتم التحميل. مباشرة سيتم تحميل الملف. كما ترى هذا هو الملف الخاص بنا. ندخل إليه، ندخل إلى مكان الملف. كما
تيليشارجمون او داونلود، انتم تعرفون مكان الملف الخاص بكم، نبحث عليه. اين هو الملف؟ اسمه هذا هو الملف. الملف يكون مضغوط، لهذا يجب علينا استخراج ملفات نطاط، سنسميه يعني رسائل مثلا. نبحث عن الملف الذي أخرجناه كما ترون، رسائل، ننزل إلى تحت، ندخل على إنبوكس، هذا الخيار، ندخل عليه. على حسب نوع هاتفك، بعد أن ندخل عليه كما ترون، هذه الصور الخاصة الأصدقاء، ندخل إلى الرسائل، كما ترون يوجد عدة رسائل، هذه الرسائل، كل الرسائل موجودة على الفيسبوك، يمكن الدخول إليها وقراءتها وتحميلها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أرجو أن يكون أعجبكم هذا الفيديو واستفدتم منه. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسونا بزر لايك حتى يشجعنا على المتابعة، وشكرا لكم، سلام.